بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي الطلبة سنة رابعة متوسط، مرحبا بكم لقناتكم للرياضيات. يوم جبت لكم نموذج درت أنا بروحي، جبت بعض التمارينات اللي مهمة، اللي شفتها مهمة بالنسبة لكم كمراجعة للفرض الأول القادم إن شاء الله للفصل الثاني. إذا نتمنى فقط أنكم تحاولوا في التمرينات الثلاثة ثم تولوا للحل النموذجي. إذا التمرين الأول يقول حل المعادلات التالية: المعادلة الأولى هي x زائد 5 الكل مربع ناقص 9 تساوي 0. المعادلة الثانية هي 3x في 2 ناقص 6x في x ناقص 1 الكل يساوي 0. المعادلة الثالثة هي 5x ناقص 1 تساوي 3x زائد 2. السؤال الثاني يقول حل المتراجح التالية ومثل حلولها بيانيا. ثم سؤال الأول بالنسبة للمتراجح الأولى يقول هل x يساوي 1 هو حل المتراجحة 1، يعني للمتراجحة الأولى فقط ليس للثانية. المتراجحة الأولى هي 8x ناقص 7 أقل أو يساوي من 5x زائد 22. المتراجحة الثانية هي 7 في x ناقص 2 أكبر تماما من 8x ناقص 16. سؤال ثالث من التمرين الأول يقول لتشجيع ابنه على حل المسائل الرياضية قرر أب أن يمنحه 80 دينار جزائري عن كل حل صحيح ويأخذ منه 50 دينار عن كل حل خاطئ. بعد إنجازه 26 مسألة كان المبلغ الذي أعطاه الأب للابن مساوياً لما أخذه منه. السؤال الأول كم هو عدد المسائل التي أنجزها الابن وكان حلها صحيح؟ يعني هي عبارة عن حل معادلة ولكن بوضعية إدماجية. هذا بالنسبة للتمرين الأول. التمرين الثاني يقول على النشر والتحليل يقول لتكن عبارة AX معرفة كما يلي. فقط للتنبيه هذا التمرين ما راحش تلقاوه في الكتب تاع الجزائريه او التمرينات الفروض والاختبارات. هذا التمرين مترجم من الفرنسيه الى العربيه. اذا ax يساوي 3 زائد 5x الكل مربع ناقص 4x ناقص 7 في 3 زائد 5x. يقول السؤال الاول انشر وبسط عباره a ل x. نوريكم الصوره. ثم سؤال ثاني حلل عبارة AX إلى جد عاملين. السؤال الأخير اختر العبارة الملائمة لA لX لحل هذه المعادلات. كاين ثلاث معادلات: المعادلة الأولى AX يساوي 0، المعادلة الثانية AX يساوي 30، المعادلة الثالثة AX يساوي 3 زائد 5X الكل مربع. يعني AX في كل مرة تختار، هل تختار العبارة الأولى اللي معطات أو العبارة المحللة أو العبارة التي نشرناها من قبل. هذا فقط للتنبيه. التمرين الأخير على الهندسة يقول ليكن ABC مثلث كيفي. سؤال الأول أنشئ النقطة D حيث يحقق العلاقة التالية AD يساوي AB زائد AC. ثم سؤال ثاني أنشئ E حيث DB يساوي ناقص EB. سؤال ثالث أثبت أن CA يساوي BE. أخيرا بتطبيق علاقة شال أثبت صحة المساواة الشعاعية التالية AC ناقص AE ناقص EB زائد DB زائد CD يساوي الشعاع المعدوم. أتمنى أنكم راح تحاولوا فيه ثم تولوا للحل النموذجي. اليوم راح ندير لكم التمرين الأول، إذا نبدأ على بركة الله. إذا إليكم الحل النموذجي للمعادلات. إذا انتبهوا معي لمازال يعاني من مشكل حل المعادلات. إذا إليكم الحلول التالية. إذا انتبهوا معي، عندي x زائد 5 الكل مربع ناقص 9 يساوي 0. إذا كيف نحل هذه المعادلة؟ في بعض الأحيان التلميذ أو الطالب يتسرع ثم ينشر ثم يبسط ثم يقول نحل على المعادلة. لا، لأنك لو نشرت راح تلقى معادلة من الدرجة الثانية وأنتم لم تدرسوا
كيفية حل معادلة من درجة ثانية. إذا راح نستعمل الدروس اللي شفناها في السنة الرابعة. احنا شفنا هذه العبارة تشبه عبارة، أو نكتبها بطريقة أخرى قبل ما نقولكم إلى أين تشبه، x زائد 5 الكل مربع ناقص 9 ممكن كتابته على شكل 3 الكل مربع يساوي الصفر. إذا قلت هذه العبارة تشبه المتطابقة الشهيرة الثالثة على شكل أ مربع ناقص ب مربع. ماذا يساوي أ مربع ناقص ب مربع؟ إذا راح أحول هذه العبارة إلى جداء، ولو حولت إلى جداء راح يساعدني في حل المعادلة. إذا أ مربع ناقص ب مربع يساوي أ ناقص ب في أ زائد ب. إذا هنا ماذا يمثل أ؟ إذا أ تاعي راح يمثل إكس زائد 5. ماذا يمثل ب؟ يمثل 3. إذا ما علي إلا أن أعوض. إذا راح نكتب أ ناقص ب اللي هو إكس زائد 5 ناقص 3 جداء أ زائد ب، يعني إكس زائد 5 زائد 3 تساوي الصفر. أتابع، إذا أبسط، إذا إكس زائد 5 ناقص 3 يساوي إكس زائد 2 جداء إكس زائد 5 زائد 3 إكس زائد 8. نحن نعلم أن تساوي الصفر. نحن نعلم أن يكون عندي أ جداء حدين في ب يساوي الصفر. هذا يعني أن سواء أ هو اللي يساوي الصفر أو ب اللي يساوي الصفر، يعني أ يساوي الصفر أو ب هو اللي يساوي الصفر. إذا نستعمل القاعدة هذه، إذا أعتبر أن إكس زائد 2 هو الأ وإكس زائد 8 هو الب. إذا واش تخرج لي؟ تخرج لي إكس زائد 2 يساوي صفر، أو لازم نكتب أو إكس زائد 8 هو اللي يساوي صفر. إذا هذا يعني نكمل حل المعادلة تاعي، إكس نرد زائد 2 الطرف الثاني ولي ناقص 2، وإكس زائد 8 نرد الطرف الثاني ولي ناقص 8. إذا ما هي حلول هذه المعادلة؟ حلول هذه المعادلة هو S يساوي ناقص 8 ناقص 2. قلت لكم دائما حلول نبدأ بالعدد الصغير ترتيب فقط. الصغير هو ناقص 8 ثم ناقص 2، لأن ناقص 8 أصغر من ناقص 2. هذا بالنسبة للمعادلة الأولى. المعادلة الثانية هنا راهي مرتبة، يعني راهي جداء حدود. إذا مباشرة هذا يعني أن سواء 3x هو اللي يساوي صفر، أو نفتح حاضنة، أو 2 ناقص 6x هو اللي يساوي صفر، أو الحد الأخير x ناقص 1 هو اللي يساوي صفر. نتابع، إذا 3x يساوي صفر، إذا نقسم على 3، نقسم على 3 واش تمد لي إكس ماذا يساوي؟ يساوي الصفر. إذا الحل الأول هو إكس يساوي الصفر. وتابع هنا نحل معادلة من الدرجة الأولى، إذا المجاهيل من طرف والمعالم من طرف تولي 2 تساوي 6 إكس، أو المعادلة الأخيرة إكس تساوي الواحد. نكمل، إذا هذه إكس تساوي الصفر، هنا نقسم على 6، نقسم على 6 إذا تولي لي إكس ماذا تساوي؟ تساوي 2 على 6. نبسط، نختزل، تولي لي 1 على 3 أو إكس يساوي 1. إذا ما هي حلول هذه المعادلة؟ إذا هي مجموعة S هي كل هذه الأعداد. إذا نبدأ بالعدد الصغير، العدد الصغير هو 0 ثم يليه 1 على 3 ثم أخيرا الواحد. أتمنى أن يكون مفهوم للجميع. المعادلة الأخيرة ثالثة، إذا قلنا 5x ناقص 1 تساوي 3x زائد 2. إذا هنا واش راح ندير؟ إذا راح ندير المجاهيل من طرف والمعالي من طرف. إذا ننقل 3x للطرف الأيسر ولي ناقص 3x تساوي
ننقل ناقص واحد إلى الطرف الأيمن للي واحد زائد اثنين، ثم خمسة إكس ناقص ثلاثة إكس، اثنين إكس تساوي واحد زائد اثنين ثلاثة. إذا نقسم على اثنين ونقسم على اثنين، إكس ماذا يساوي؟ يساوي إذا إكس راح يساوي لي ثلاثة على اثنين. منه حلول هذه المعادلة هو العدد ثلاثة على اثنين. أتمنى فقط أن يكون الشرح وافي. السؤال الأخير قبل ما ندخل في حلول المعادلة، انتبهوا نتابع الحل. إذا يقول حل المتراجحة التالية ومثل حلولها بيانيا. المتراجحة هي 8x ناقص 7 أقل أو يساوي من 5x زائد 22، ولكن هناك السؤال الفرعي يقول هل x يساوي 1 هو حل المتراجحة. إذا كي يطلب منكم أن تحقيق هل عدد هو حل المتراجحة، إذا واش راح ندير؟ نتبع الطريقة التالية، راح نعوض أين نجد x بالقيمة 1، 8 في 1 ناقص 7 أقل أو يساوي من 5 في 1 زائد 22. واش راح ندير؟ إذا راح نحسب هذه الأعداد، إذا لقينا أن العدد هذا أقل من هذا العدد نقول أن x يساوي 1 هو حل. أما إذا لقينا هذا العدد ليس خاطئ، يعني لا غير، يعني لا لا, لا لا هو غير أصغر من هذا العدد، نقول أن الحل خاطئ. انتبهوا معي، 8 في 1 8 ناقص 7 أقل أو يساوي من 5 في 1 5 زي 22. دائما هذا سؤال، ندير هك سؤال. إذا 8 ناقص 7 1 أقل أو يساوي من 5 زي 22 27، هل 1 أقل من 27؟ نعم. إذا نكتب المتباينة صحيحة، المتباينة صحيحة. ما معنى ذلك؟ معنى أن x يساوي 1 هو حل للمتراجحة. أتمنى أن يكون مفهوم للجميع. أما الآن راح نتابع في حل هذه المتراجحة. إذا انتبهوا معي، إذا كيف نحل هذه المتراجحة؟ دائما نفس المبدأ مع المعادلة، فقط التغيير فقط في الإشارة. في المعادلة كاين يساوي وهنا كاين أصغر أو يساوي. انتبهوا معي، إذا ندير المجاهيل من طرف والمعالمين من طرف، إذا تولي لي 8 إكس ناقص 5 إكس أصغر أو يساوي ناقص 7 للطرف الأيمن يولي لي 7 زائد 22. 8 إكس ناقص 5 إكس 3 إكس أقل أو يساوي 7 زائد 22 29. إذن هنا راح نقسم على 3، نقسم على 3 طرفي المتراجحة. إذن باش نتحصل على إكس، ماذا نتحصل؟ نتحصل على إكس أصغر أو يساوي من 29 على 3. أتمنى أن يكون مفهوم للجميع. نتابع الحل، ولكن يقول السؤال، يقول السؤال مثل بيانيا. إذا الحل بياني، دائما ترسموا مستقيم عددي. إذا هنا هي الأعداد السالبة من ناقص ما لا نهاية إلى زائد ما لا نهاية، ثم مثلا نضع هنا 29 على 3 هي بالتقريب 9.66، إذا نكتب العدد 9 على 3. ثم ما هي الأعداد التي أصغر أو تساوي 29 على 3؟ إذا هي كل الأعداد التي تبدأ من ناقص ما لا نهاية إلى غاية هذا العدد ويكون تكون العارضة مغلقة. إذا كل هذه حلول المتراجحة، إذا هذه حلول المتراجحة. أتمنى أن يكون مفهوم. أما هذه الأعداد التي وراء هذه ليست حلول. أتمنى أن يكون مفهوم. ننتقل على بركة الله إلى المتراجحة الثانية.
إذن المترجحة الثانية هي 7 في x ناقص 2 أكبر تماما من 8 x ناقص 16. لاحظوا معايا واش راح ندير. أول خطوة واش راح ندير؟ راح ننشر 7 على x ناقص 2. إذن 7 في x تولي لي 7x، 7 في ناقص 2 ناقص 14 أكبر تماما من 8 x ناقص 16. المرحلة الثانية المجاهيل من طرف والمعالي من طرف. إذن 7x ننقل 8 إلى الطرف الآخر يولي لي ناقص 8x أكبر تماما. ننقل ناقص 14 للطرف الآخر يولي لي زائد 14 ناقص 16. إذن 7x ناقص 8x ناقص x أكبر تماما من 14 ناقص 16 ناقص 2. هنا واش راح ندير؟ راح نقسم على ناقص 1، وهنا نقسم على ناقص 1، ولكن حذاري راح أغير من اتجاه المتباينة تاعي. إذا واش راح تولي لي؟ تولي لي ناقص x على ناقص 1 تولي لي x، ولكن تولي لي أصغر بعدما كانت أكبر تولي العكس أصغر. ناقص 2 على ناقص 1 تولي لي 2. إذا حلول هذه المتراجحة هي كل الأعداد التي هي أصغر تماما من زائد 2. الآن بيانيا نتابع. إذا قلت حلول المتراجحة هي كل الأعداد الحقيقية التي هي أصغر تماما من 2. إذا التمثيل البياني، نرسم مستقيم عددي من ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية، ثم نعين القيمة 2، العدد 2 على المستقيم العددي، ثم احنا العارضة هنا مفتوحة، لماذا؟ ما كاش أو يساوي. ما هي الأعداد التي أقل من 2؟ هي من ناقص ما لا نهاية إلى غاية 2، ولكن حذاري العارضة مفتوحة. إذا هذه هي حلول المتراجحة. أما غير هذه الحلول مثلا هنا ليست مشطب عليها، ليست حلول. أتمنى أن يكون مفهوم للجميع. إذا وصلنا إلى السؤال الثالث، عبارة عن وضعية إدماجية لحل معادلة. إذا حنخليها لكم في الفيديو القادم إن شاء الله، إذا باش تحاولوا فيها وتخموا فيها. ولكم ألف تحية، خاصة لمن يجد السؤال الثالث. لمن يجد سؤال ثالث راح نبعث له ألف 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 تحية في التعليقات. إذا نتمنى أنكم تحاولوا فيه، والاجتهاد والمنافسة باش تلقاو التمرين الثالث، ولا لقيتوه سؤال ثالث راح أحييكم بألف ألف تحية. وفي الأخير ما علي إلا أن أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى الملتقى إن شاء الله.